ايه بقى السلبيات؟ لا السلبيات انا وجهة نظري في اختيارات بعض اللاعبين دي، ودي مش بتاعتي حضرتك كابتن سيف. لو انا وليتك هذه المسؤوليه مفهوم. ان انت حضرتك المدير الفني نادي الاتحاد، حضرتك تقول لك انا مثلا محمد انا شايف ان انا عاوز سين من الناس يكون موجود، وانت وجهه نظرك السين ده مش موجود على الصاد، هل انا اقدر افرض عليك ان انا كذا؟ يعني انا قلتها والكابتن حامد سعد انه بيزعل مني هذا الموضوع، وانا بقولها تاني، في بعض اللاعبين انا كنت شايف انه مش من نادي الاتحاد، وفي بعض اللاعبين انا شايف انه لازم يمشوا من نادي الاتحاد. انا كوجهه نظري لازم يمشوا. فالموضوع ده انا اتعلمت منه، وتعلمت منه ان انا لازم من النهارده لازم يكون في صف قدامي هو اللي يكون بي معنى كلام حضرتك اللي انا فاهمه ان حضرتك الدرس الجديد انك هتتدخل؟ بالعكس برضو؟ بالعكس مش هتدخل. يعني انا يعني انا حابه، انا بص يا كابتن، انا اللي انا حابه ان انا ما اكونش ظاهر على طول. اصل نادي الاتحاد المشكله انت بتقارنني بالانديه الشعبيه، اهلي زمالك اسماعيلي مصري، خلاص اسماعيل والمصري ما عندوش ولا باسكت ولا طايره ولا العاب فرديه ولا اسباحه ولا جمباز ولا نوادي ولا هجوم اجتماعيه ولا لائحه اجتماعيه، ما عندوش الكلام ده. خلاص انا عندهم كوره بس. النادي الاتحاد عنده 18 لعبه. فانا المفروض ان انا اصرف على 18 لعبه. فتخيل حضرتك كم المبالغ او كم الـ 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 الامور الماليه اللي انت بتحاول انها تفكر فيها انها تسير امور النادي. لا انت بتحلم.